مصدر من وزارة الصحة المغرب سيفرض إجراءات جديدة في الأيام المقبلة. كشف مصدر خاص من وزارة الصحة أن المغرب سيفرض إجراءات جديدة في الأيام المقبلة. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الإجراءات التي توصلت بها اللجنة العلمية ستكشف تفاصيلها بشكل مفصل لاحقا. وأشار المصدر ذاته وفق مدار 21 أن الإجراءات ستهم بدرجة أولى مراقبة المسافرين القادمين من دول معينة تجنبا لانتشار بعض الطفرات الجديدة بالمملكة. وأردف المتحدث في وقت الذي تشهد فيه أوروبا ارتفاعا غير مسبوق للعدوى، نحاول قدر الإمكان الحفاظ على الأرقام التي يتم تسجيلها بالمغرب وخاصة في الوفيات. تستعد دول أوروبية عدة لتصدي لموجة خامسة من وباء كورونا، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد للفيروس لتقوية المناعة لدى الفئات الأكثر ضعفا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أول أمس الأربعاء إن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي الجائحة وسط إحساس زائف بالأمان بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات.